نبدأ دلوقتي مع بعض وبراكتيكال المايكرو. طبعا الامتحان خلاص على الأبواب ولازم نذاكر البراكتيكال لأنه من الحاجات الصعبة واللي لازم تذاكرها في وقت عشان خاطر ما تتلمش في يوم واحد، يعني ما تجيش قبل الامتحان بيوم واحد تقول لي أنا هروح أخلص البراكتيكال ده تأليف. البراكتيكال 3 حاجات: اظبط وايزوليشن وجرامزبتين. اظبط وايزوليشن وايه وجرامستين. طيب اول حاجه عايزين نشوف الجرامستين، هتلاقيني كده بقول لك ان انت عندك غالبا اما بكتيريا او ميكيتشر بكتيريا لسه ما قالوش، يعني يا واحده يا اكتر، بس غالبا ميكيتشر بكتيريا. احنا بنشتغل على 2 سلايد في نفس الوقت، يعني بنجيب سلايدتين بنعمل عليهم كل الخطوات في نفس الوقت عشان لو واحدة باظت نلاقي التانية. بنرسم دايرة على المكان اللي هنحط فيه الفليم، اهو رسمنا الدايرة، واكتب اي حرف شكله هيتغير لما اقلب السلايد عشان افرق بين الوش والظهر. اكتب حرف شكله هيتغير وقت ما السلايد تبقى مقلوبة، تمام؟ فتختار حرف يبقى من جهة غير من جهة، المهم الشكل هيتغير والسلايد تبقى مقلوب. هيبقى معاك اللوب دي أول حاجة، بنسخنه لحد ما يحمر في الفليم، وبعدين تفتح التست تيوب المعكرة بتاعت البكتيريا وتاخد منها القطن تسحبها ونحط اللوب. طيب خد بالك اول حاجه لازم تعمل فليمنج مرتين للانبوبه، تاني حاجه بعد ما تحط اللوب بتيجي على فوهه الانبوبه تبرد هذا اللوب، تمام؟ وبعد كده نبدا بقى نحط جوه الدايره اللي انت راسمها فين على تيست تيوب هنا، وتعيد نفس الخطوة دي تاني الأول وبعدين تحط هنا كده. بقى عندك البكتيريا، تمام؟ بعد كده نمرر السلايد على الفليم مرتين تلاتة بكتيره عشان ما تحرقش البكتيريا. بعد كده هستنى السلايد تبرد الأول عشان ما ينفعش أحط ضاي على أو سخنة. كده احنا اشتغلنا الكلام ده في المعمل، فاكيد طبعا ان انت كنت عملته في المعمل صح. ترتيب الخطوات: حافظ كريستال فايلوت 30 ثانية، الايودين دقيقتين وبعدين دقيقة، الكحول 20 ثانية، السفرانين 5 دقايق. الدكتور ما قالولناش كده في المعمل، اعمل اللي الدكتور قالته في المعمل او اعمل اللي الدكاترة هينبهوا عليه، ولكن ده اللي كان ثابت، تمام؟ ما بيفرقش الوقت طبعا كريتيكال ومهم وكل حاجة، ولكن الدكتور لو لقيته قال هنا 30 ثانية فغالبا هنا هيقول لك دقيقتين بعديها دقيقة، وهنا 20 ثانية، وهنا 5 دقايق. لو الدكتور مثلا قال لك هنا 60 ثانية هيبقى هنا مثلا 3 دقايق بعديها دقيقة، هنا مثلا 40 ثانية، وهكذا. فالوقت نسبي حسب ما الدكتور قال لك، ولكن لو ما قالوش وقت احنا حافظين 30 ثانية كريستال فايت، وبعديها دقيقتين ودقيقة ايودين، بعديها الكحول 20، بعديها 5. خد بالك من الخطوة دي وانت بتصرف لازم بالراحة. ادي الحاجات السلايد بتاعك بنجيبها بميل تحت الحنفية، يا دوبك المية تمر عليها بالراحة تصطفها وتنزل، تمام؟ ما ينفعش بقى غباوة وتيجي تروح كابب المية مرة واحدة، تمام؟ وتطرطف في الدنيا وتقول لي البتجربة باظت ليه. بقول لك بالراحة يا بني آدم. بعد كده
دقايق بتوع الايودين هنقسمهم دقيقتين ودقيقة، لان الايودين اصلا فولاتايل ده سبب التقسيم. بص ركز على الخطوة دي، الايودين ما بنغسلش الاسلايد، ما بنغسلوش، ما بنغسلش. بعد كده يبقى خلص، جبت اللوب اللي مليان بكتيريا حطيته على السلايدات. بعد كده جبت الكريستال فايروس لمدة 30 ثانية، ايودين دقيقتين ودقيقة، الكحول اسيتون صفر بالترتيب. كريستال فايروس 30 ثانية، الايودين ما بنغسلش في النص، فالكريستال فايروس على طول وبعديه هشطف. بعد الايودين على طول دقيقتين ودقيقة ما نشطفش ما بينهم، بعديهم اشطف، بعديهم الكحول، بعديهم السفرانين وبنشطف. اخر حاجة بننشف السلايد كويس ونحط الزيت. خد بقى جبالك من الجملة دي، اما اقول لك نيمو فيستين تقول لي جرام ستين، غير لما اقول لك طيب اوفستين، ده حاجه وده حاجه. النيم ده اسم، الطيب ده انواع الصبغات، وهناخد كل ده في الاسبوت بالتفصيل. ففي الطيب هنا اسمه جرام، دائما وابدا بتتسمى ديفرنشال ستين. ليه؟ عشان بتفرق بين فايلوت وريد او بين بكتيريا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. دي اول تجربه. طبعا الجدول ده من اهم الجداول في عمرك، لازم تحفظه. لازم تبقى عارف ان الاستافيلوكوكس اوريوس هي عبارة عن كوكاي كور والكور دي بتبقى سمول صغيرة وعاملة كلاستر. لو انت ركزت في الصورة هتلاقي فيه تجمعات، طبعا الصورة موجودة في هنا في العملي هنا وفي لابات المعامل، وهتلاقيني عارض الاتنين، فلو مش شايفها دلوقتي هتشوفها تاني قدام. بس المهم ركز انها زحمة، كوكاي وسمول وكلاستر فايلوت. بص ركز بقى على الكلمة دي، ده اسمه جرام رياكشن بوزيتيف. اما لما اقولك تايب اوف استين، واما اقولك نيم اوف استين، ترد عليا وتقولي ان الطيب اوفستين ديفرنشال استين والنيم اوفستين جرام استين، تمام. اما الجرام رياكشن ايه؟ بوزيتيف. يبقى طيب اوفستين ونوم اوفستين دول ثابتين في كل دول. تاني بكتيريا عندنا السارسينيا ليتيا، ودي طبعا مميزة انها تجمعات بس صغيرة جدا، بيقولوا عليها تترات، تجمعات رباعية، ودي برضو سمول وكوكاي. كوكاي ده الشيب الشكل، سمول ده السايز الحجم، دي برضو فايلوت والجرام رياكشن بتاعها ايه؟ بوزيتيف. اللي بعديها الكانديدا. الكانديدا واضح جدا ان حجمها مش قليل، بتلاقي بطاطساية كده حجمها كبير بالنسبة للبكتيريا، وشكلها اوفل بيضاوي ولارج سينجلز، ممكن نلاقي منها وحايد وفايلوت وبوزيتيف رياكشن. اللي بعديها الباسيلا السبتايتس، دي عبارة عن
باسيلاي ولارج حجمها كبير، وتشين سلسلة متصلة، وفايلوت وباستف. اللي بعديها المايكوباكتيريوم في اللاي، دي باسيلاي ولكن صغيرة أو ميديوم، وليها أشكال غريبة. بتلاقي الباسيلاي وهي كده عاملة إكس، عاملة واي، عاملة شكل حروف، فبنقول إكس واي في شيب، ولونها فايلوت، والجرام رياكشن بتاعها بوزيتيف. وطبعا احنا مثبتين مين؟ الاتنين دول، التايب اوف ستين والنيم اوف ستين. اخر واحدة شريشيا السيد كولاي، ده طبعا اسمها شريشيا كولاي، دي بس اللاي برضو، رودز صغيرة سمول سنجل، ولونها ريد، والجرام رياكشن بتاعها ايه؟ بتاعها نيجاتيف. تمام، بس وبكده يبقى انت خلصت. الصور دي ممكن تيجي كسبوت وممكن تيجي كصبغة، فلازم تبقى حافظها برضو للاتنين. نبدأ دلوقتي مع بعض بالايزوليشن. الايزوليشن تاني قسم في الامتحان، نركز. اول حاجة بنجيب الطبق، بعد ما بنجيب الطبق بنبقى عارفين ان احنا هنرسم على الغطا بتاع الطبق، فهفترض ان ده الغطا، ونقلبه ونبدأ نرسم عليه. طبعا القلم اللي هنرسم بيه لازم اسمه بيرمننت ماركر، اللي هو ما بيتمسحش، وياريت تبعته عن الكحول، عشان الكحول هيبوظ الدنيا وهيخلي القلم بتاعك يتمسح. وانت بتشتغل بالقلم، ادي واحد، تمام، اتنين، لا كده غلط، متعملش كده، لان انا ماسك نفس القلم بتاع العملي، فطبعا مش متفاعل مع الايه، مع القلم اللي هنا. فاول حاجة واحد، تاني حاجة اتنين، تالت حاجة تلاتة، أخيرا أربعة. خلصت. لو أنت وأنت شغال خدت بالك إن رقم واحد آخر طرف فيها هو اللي ابتدى برقم اتنين، لو انت بركز، رقم واحد، رقم اتنين أول خط فيها مر عليه أهو، مر على مين؟ على واحد. ركز تاني، رقم تلاتة الخط ده مر منها أهو، رقم أربعة برضو الخط ده مر، فكل واحدة في خط بيمر من أختها ليها، يعني واحد بيسلم اتنين أو اتنين بيمشي عليه وهكذا. الأول طبعا بننظف مكاننا بالدتول والكحول، ونظبط الفليم على اللون الأزرق. احنا بينزل لنا الأجار في تيست تيوب غالبا سخنة، بناخد الأجار الأول نبرده بين إيدينا لحد ما نعرف نمسكه كويس، تمام. وبعدين قالك بتمسك التيست تيوب بإيدك اليمين ونسحب القطنة سكرو، يعني وانت بتشد القطنة واحدة واحدة عشان تعرف تحطها تاني. وانت جاي تفتح الطبق بتاع الأجار عشان تصب، لازم في دايرة قطرها 20 سنتي حوالين الفليم حد أقصى، يعني لازم تبقى حاضن الفليم، تمام. بعد ما بنصب الأجار بنبدأ نحرك الطبق في شكل 8، يبقى رقم واحد،
رسمت. رقم 2 نظفت. رقم 3 فتحت التست تيوب بتاعت الأجار. تمام. وشرط رقم 4 صبيت في المكان المسموح. تمام. بعد ما صبيت في المكان المسموح حركت، قفلت الطبق وحركته. تمام. نبدأ بقى، بنبدأ نحرق اللوب وبناخد من التست تيوب مرة واحدة. تمام. يبقى اللوباية بتاعتك فيها مرة، ونمشي ونحاول ما نجرحش الأزار. لكل زون وزون لازم احرق اللوب، لان انا في الاخر ايه، عايز اعمل ايزوليشن لميكس بكتيريا. محدش ياخد بكتيريا تاني، هي مرة واحدة بس، وبقفل التست تيوب. بعد كده ان شاء الله انت كده زرعت البكتيريا، مبروك. هناخد الشيب، السايز، الكالر، المارجن، بنوصف كل الحاجات دي. الشيب بتاع المستعمرات اللي بتطلع من زراعة البكتيريا ده سيركولار او الريجولار. السايز يا سمول يا ميديم يا لارج. الكالر بنقول اللون. المارجن او الحافة بتاعة الكولونية، تبقى انتاير ملفوفة كده كويس، يا تبقى الريجولار غير منتظمة الشكل. التكتشر او القوام، يا يبقى سوفت يا يبقى هارد. الاوبتيكال كاركتر، يعني تحت الميكروسكوب بيبقى اما ترانسبيرنت معبر للضوء، واما اوبيك يعني غامق. الاليفيشن الارتفاع. اخر حاجة السطح بتاعي. بس كده خلصت، وصفت وتعلمت كل حاجة. الوصف زي ما انتوا شايفين 8 حاجات نوصف بيهم، ودي بكده تبقى انت خلصت تاني ايه، تاني جزء في العمل. فاضل جزء السبوت، واللي بيتميز ان انت لازم تمر عليه الكثير من المرات بعينك، وتحط الصور في الموبايل كأنه صور حد عزيز على قلبك، وتقلب في الصور لحد ما تحفظها كتير، مرة اتنين تلاتة باين. انا الصور اللي انا جايبها الاول هي دي، وبعدين هتلاقوني جايب كل الصور اللي في شرح كتاب العملي. وانت اعمل زي برضو، عيد الكتاب اكتر من مرة، او عيد الصور اكتر من مرة. هي دي الاسبوت. نبدأ الاسبوت. ممكن يجيب لك صورة بكتيريا بالمنظر ده، هو بيجيب لك صورة واسئلة عليها. نيم، الاسم، تايب، نوع، نوم اوف بكتيريا، اسم البكتيريا. لما اقول لك اسم الليستين ده حاجة، اسم الصبغة ده حاجة، واسم البكتيريا دي حاجة تانية. سايز الحجم، ارينجمنت ترتيب، الكالر اللون. طبعا الصورة دي زي ما احنا شايفين لونها اسود لطيف، تمام، وجواها البكتيريا معكوسة، فبنقول عليها اندايركت نيجاتيف، غير مباشرة نيجاتيف ستين. نوع الليستين دي نان ديفرانشيال ستين، سمبلستين. اسم البكتيريا ستافيلوكوكس اوريوس. حجم البكتيريا سمول. الارنجمنت بتاعها كلاستر، واللون بتاعها ايه، كالرلس. تمام. طبعا ما بيجلكش كل الاسئله، يجي يسالك على النيم. طبعا في سؤال ثابت انه لازم يسالك الاسم ده، فنيمو فستين او نومو بكتيريا مثلا. وفي سؤال تاني بقى، طيب فستين، ارنجمنت، كالر، اللي هو يختاره. بعديها الصورة اللي وراها دي، النوم في ستين ان دايركت نيجاتيف ستين، شبه اختنا. طيب وفي ستين نان ديفرانشيال سيمبل ستين، شبه اختنا. اسم البكتيريا جرام نيجاتيف اشيريشيا كولاي. سايز سمول. الارنجمنت هتلاقي منها سينجلز، والكالر كالرلس. غالبا في النيجاتيف بيبقى اللون كالرلس. دي بقى اسم البكتيريا، هتلاقي ازرق واحمر. فاسم الستين اسيد فاست ستين.
نوع الستين ديفرنشال ستين، اسم البكتيريا تي بي، والسايز سمول، والارنجمنت سنجل. وزي ما قلت الصور هتتعاد تاني، فما تقعدش تقولي مش شايف، هتشوف قدام تاني وانت بتعيد. اسم الستين سبور ستين، دي بقى مميزة، دي اسمها زمور ستين. نوع الستين ستراكشرال، والسبور جرين، والفيجيتيف سل او الخلايا سبور دي الحوافظ اللي بتبقى مدورة. الفيجيتيف دي البكتيريا اللي بتبقى متفتحة، والارنجمنت بيبقى اتشين. دي عبارة عن الليزبوتات. تمام، دلوقتي نبدأ حاجة جدا غريبة جدا اسمها السيرولوجي، وكلنا بنحبها ومهمة جدا. السيرولوجي ده ليه علاقة بالمناعة، فقبل ما ابدأ كده عايز ادردش معاكم في حاجة في المناعة. اتعرفنا في المناعة ان انت طالما شخص عندك ديزيز او عندك مرض، يبقى اكيد في جسمك حاجة اسمها الانتيجين. تمام، هو الانتيجين ده المرض اللي احنا بنشتغل عليه، وبننزل عليه بحاجة اسمها الانتي بودي. يبقى احنا عندنا الانتيجين وبننزل عليه بحاجة اسمها الايه، الانتي بودي. نبدأ بسم الله. كل مرض عنده انتيجين، وكل دم عيان المفروض كده كده يعمل انتي بودي. احنا غرضنا ايه؟ غرضنا ان احنا لو لقينا الانتيجين في جسمك فده انت مريض. طب ازاي بنلاقي الانتيجين؟ عندنا في المعمل بيبقى فيه انتي بودي للانتيجين ده، والانتي بودي ده بيبقى مثلا مميز له لونين، مثلا لون وهو حر ولون وهو ماسك في الانتيجين. فانا دلوقتي هروح جايب الانتي بودي واضيفه على العينة، تغير اللون بتاع الانتي بودي يبقى انت مريض، ما تغيرش يبقى انت سليم، والعكس صحيح. يعني ايه العكس؟ احنا برضو عارفين ان في جسمك فيه انتي بودي لبعض الامراض، بنروح احنا جايبين من عندنا الانتيجين واللي ليه برضو لونين، لونه هو ماسك ولونه هو سايب، بس كده. قيس بقى على كده كل التجارب، قيس بقى على كده كل السيرولوجي. السيرولوجي فكرة مجرد يا في جسمك انتيجين واحنا قدرنا نحضر انتي بودي ليه لونين، يا في جسمك انتي بودي واحنا قدرنا نحضر انتيجين ليه لونين. يبقى اللي حاصل ان انا عندي انتي بودي اللي هو البوزيتيف ريزلت، وطبعا جايز في الامتحان. هنكمل طبعا النص التاني من العمل مع بعض، تمام، في الكورس ان شاء الله. بالتوفيق.